إطار معالجة ملف الدولار، الحكومة لجأت للتغيير يعني التغييرات المصرفية بصورة عامة. كانت هذه مطالب من قبل النواب والسياسيين، هل هذه خطوة لإنجاح العملية؟ أكيد هاي خطوة إيجابية أكيد، ولكن هاي الخطوة لازم تدعم، يعني مو خطوة فقط لوقت أو لفترة معينة، لازم يعني هاي الخطوات تكون أكثر حتى نسعى أنه نشوف خلال هاي الفترة القليلة. يعني إحنا وصلنا بالدولار لل 179 و 180 للدولار، فعني نزل كل الزينة، فإذا استمر بهاي الخطوات بس رجع أيضا صعد الدولار، يعني ما مستقر حاليا، ما مستقر أكيد ما مستقر. شو وقت راح يستقر الدولار؟ يمكن اليوم المواطن يقول جيد صارت خطوة أنه نزل سعر الصرف، بس يا أما هو يعني بتفاوت يصعد وينزل، وأيضا الصيرفات قامت ما تصرف لأن يعني كل قلق، يعني إيش قد يريد يصرف وإيش قد يريد يبيع ويشتري. يعني أكو تجار أيضا مع الأسف يلعبون يعني بالضبط مصير المضاربات، يعني هاي المضاربات اللي تصير المفروض يكون عليها سيطرة من الحكومة، يعني أنا يعني أشوف هذا واجب الحكومة، يعني تفعيل الدور الرقابي. أكيد 100% الدور الرقابي الصحيح بشكل الصحيح. يعني إحنا مثلا نروح نتسوق بالأسواق يومي، أروح أتسوق هاي فتشوفين بالمحلات يتحدثون على أنه صار بمنطقة صرف الدولار أكو ناس أخذوهم وشدوا إيديهم، يعني الطريقة يعني ما مستحبة. هذا قصدك الرقابة من جهة الحكومة؟ من جهة الحكومة أكيد، يعني الرقابة المفروض تكون الرقابة الصحيحة، والحكومة هي الجهة المعنية يعني من الناحية الأمنية، يعني من كل النواحي هي اللي لازم تسيطر على أنه هذا التلاعب ما يكون موجود بالسوق. طيب الخطوة اللي اتخذتها الحكومة هي خطوة مفاجئة بتغيير محافظ البنك المركزي، هل بهذا الخطوة كسبه ودعم سياسي والنيابي، وهل هي هذه خطوة تكميلية لنجاح هذا المسير؟ أكيد البنك المركزي يعني هو المسؤول على هاي الأشياء كلها، وما أتصور أنه يعني سوى الخلل بالمحافظ. شون؟ بالمحافظ الخلل كان؟ الخلل أكيد مو 100%، بس هو جهة المسؤولة عن هذا الشيء، يعني المفروض كان على دراية بكل شيء. ما أتصور أنه حالته أو يعني أنه هو ابتعد بدون أسباب. أكيد أكو أسباب، يمكن الأسباب كلها ما تكون مثلا معلنة للجميع، بس أكيد أكو أسباب الابتعاد. طيب الإقليم ما يزال يتهم هو أحد المنافذ لتهريب العملة الصعبة، يعني رغم أنه كان أكو نفير رسمي. نعم. هذا الجزئية حقيقتها شنو؟ إحنا نشوف أكو أكثر منافذ، يعني كثير من المنافذ رسمية وغير رسمية. نعم. فشنو موقف الإقليم؟ يعني موقف الإقليم إذا كان اتهام، مو كل اتهام أكيد صحيح، يعني احتمال أكو اتهام هو ممكن يكون اتهام بدون أدلة؟ هذا قصدي، يعني لازم يكون أكو أدلة، وإذا أكو أدلة يعني المفروض الجهة اللي معنية بهذا الشيء يعني لازم تواجه بالأدلة. يعني من أكو اتهام مو كل اتهام صحيح أكيد، ويعني المفروض يكون أكو سيطرة على كل المنافذ الحدودية. مع الأسف أنا من منطقة خانقين، هي هو يعني منطقة حدودية عندنا حدود مع دولة مجاورة، يعني عندنا منافذ حدودية، نشوف المنطقة يعني خانقين بالفترة الأخيرة أشوف موضوع مو فقط تهريب العملة، أيضا المخدرات منتشرة بشكل فظيع، يعني ما تتصورين انتشار المخدر، يعني هذا الشيء أيضا لازم الحكومة تصدر. يعني هذا عن طريق المنافذ الحكومية لو ما أعرف إذا منافذ أو غير حكومية، ما أعرف بس أبدأ أشوف يعني حتى بالعراق بشكل عام. نعم. يعني بس مو هذه المنافذ حضرتك جاي تذكرين أنه هاي كارثة راح تدمر شبابنا، أنه أكو كميات كبيرة من المخدرات جاي تدخل، يعني كميات كبيرة أكثر مما تتصورين، يعني بالمدارس بالجامعات بالمعاهد كل مكان منتشر. يعني حتى بالمدارس أكو؟ أكو، يعني أكو شكوى كثير من الآباء والأمهات أنه المخدرات موجودة. زين حضراتكم ما تقدرون تقدمون مقترح معين، تقدمون شيء؟ تقديم مقترح، إحنا نقدم مقترح
الساحات أكيد ونتحدث بهذا الموضوع. ليش أتحدث عن طريق شاشتكم؟ يعني نتأمل أنه يكون سيطرة من قبل الحكومة على هذا الشيء، وزارة الداخلية بالأخص. المفروض يكون يعني أكو سيطرة على تجارة المخدرات بالعراق. يعني أنا أتحدث على مدينتي، حتى ببغداد هنا أنا أسمع أنه المخدرات منتشرة بشكل واسع جدا. أي منتشرة، بس هي عندنا المشكلة بدخولها للعراق عن طريق المنافذ الرسمية وغير الرسمية. أكيد عن طريق المنافذ، إذا كانت المنافذ رسمية أو غير رسمية الله أعلم. نعم. ولكن يعني دخولها بشكل فظيع، نشوف أنه منتشر بشكل كبير بالعراق، في حين أنه يعني عندنا المخدرات منتشرة. يعني المفروض إحنا نساعد الشباب على أنه الشباب تتعلم بالشكل الصحيح. عندنا لحد الآن تنظيمات إرهابية نائمة. نعم. يعني هذا الشيء كله يعني رح يدمر، من الناحية الأمنية يأثر على البلد. نعم.